وكان عند حضرتك بنت، والبنت دي على وش جواز مثلا، أكتر نصيحة هتقولها لها إيه وهي بتختار شريك حياتها؟ ولا اوعي تكذبي، خليكي صادقة جدا مع نفسك وعيشي حياتك صح، ولو تعبانة فيها ما تكمليش. مش هتقولي لها الأول مثلا اختاري شخصية معينة، حد عنده اتيتيود معين؟ لا بصي بصي، هو اهم حاجة انها تختار حد يتقي الله فيها ويكون عنده اخلاق وايمانه بربه كبير. اكيد هيبقى، لو في الثلاث حاجات دول اكيد هتبقى سعيدة. سعيدة معايا. انما لو ما فيهوش حاجة من دول هتتعب، ولو تعبت ولو حصل اي حاجة ما تكملش وهي تعبانة، لان العمر بيجري. مش محتاجين ان احنا نقول ايه ادي احنا عايشين عشان مش عارفة ايه، العيال تعمل ايه، ادي احنا عايشين عشان ما اعرفش ايه، اصل انا لو سبت الناس هتتكلم عليا، اصل لو سبت مش لا